بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدتي ومولاتي العقيلة الحرة فخر المخدرات زينب ابنة أمير المؤمنين، أصالة عني وعن إخواني وأخواتي وأصدقائي ورفاقي وأولادي وبناتي ومن قلدني الزيارة والدعاء قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين، السلام عليك يا وارث سيدتي خديجة الكبرى، السلام عليك يا زينب يا أم المصائب، السلام عليك يا ابنة أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابنة فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابنة خديجة الكبرى، السلام عليك يا أخت الحسن والحسين، السلام عليك يا عمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم نقسم عليك بحق هذا المقام المعظم والمشهد المشرف، مقام سيدتي ومولاتي زينب الكبرى، تقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بلغ اللهم